حسين يا غريب. نحن في الدين تهمنا العناوين، تهمنا القواعد العامة، القاعدة العامة، العنوان العام، هذا هو الذي يكون مستحبا، يكون واجبا، يكون محرما، يكون مكروها. كثير من الأمور في الدين، بل أكثر الأمور في الدين، عناوين مستحبة، واجبة، محرمة، مكروهة. هذا العنوان في أي زمن انطبق على أي مصداق، أخذ من الكافر أو لم يؤخذ من الكافر، لا فرق. المهم هذا العنوان ينطبق على هذا المصداق. إذا انطبق العنوان على هذا المصداق، هذا المصداق يكون له حكم هذا العنوان. كمثال إكرام الجار، هذا شيء محبوب، وردت هناك أحاديث شريفة في إكرام الجار. إكرام الجار هذا عنوان، في زمن إكرام الجار مستحب، المستحب حكم، هذا عنوان يسمونه موضوعا والمستحب حكم، إكرام الجار مستحب. إكرام الجار هذا العنوان في زمن النبي صلى الله عليه وآله كان مثلا كيف؟ بمثلا تقديم مثلا طعام جيد ممتاز يحبه الجار، هذا إكرام له مثلا، وأمثال هذا النموذج، هذا يكون مستحبا. في زماننا إكرام الجار بأنه مثلا هو يحتاج إلى شيء قانوني، مثلا يحتاج إلى فيزة بلد، أنا أسعى لتحصيل الفيزا لهذا الجار، هذا إكرام له، مع أنه تحصيل الفيزا هذا شيء من الكفار، أصلا الفيزا أساسا شيء من الكفار، إذا ما كانت في بلادنا جاءتنا من الكفار، أنا أساعد جاري ليحصل على فيزة بلد يحتاج أن يذهب إلى ذلك البلد مثلا لعلاج لغير علاج مثلا، هذا إكرام له. هذا الفعل مستحب أم لا؟ نعم مستحب. هل كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله تحصيل فيزا؟ ما عندنا هكذا عنوان في عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ لا، العنوان المستحب انطبق على هذا المصداق في زماننا، يصبح هذا المصداق مستحبا حتى لو كان المصداق جاءنا من كفار، ليس مهم من جاءنا من أين، العنوان ينطبق عليه أم لا؟ إذا انطبق عليه يأخذ حكمه هذا المصداق، يأخذ حكم العنوان. الشعائر الحسينية المقدسة هل تنطبق عليها عناوين محبوبة أم لا؟ هكذا تكلم، إذا كان لديك شيء من العلم الديني يلزم أن تتكلم هكذا كلام. ينطبق عليه عنوان محبوب لو لا؟ إذا انطبق عليه عنوان محبوب حتى لو أثبتته، ودون إثباته خرط القتاد، أقول حتى لو أثبتته أنه أخذ من الكفار، ما دام ينطبق عليه عنوان محبوب يصبح محبوبا، ينطبق أم لا؟